طبعا من يوم 6 الطيران العراقي اشترك على الجبهة المصرية لأنه طلبوا المصريين منا سربين من الطائرات الهنتر ناقص عدد منها لأن السربين ما كانت متكاملة لأنه كان بيها مدى بعيد وبيها تسليح جيد اللي هي طائرات الهنتر وهي أول الطائرات اللي قامت بضرب أعشاش الصواريخ المصرية عبر قناة السويس وداخل سيناء. واستدار الجيش العراقي فعلا قبل أن نسمع رد فعل شهيرة. استدار وحركنا الدبابات قطعت مئات الكيلومترات على السرف. لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق. ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريح اللي كان يريد يتفدى بها في دمشق. وبعد ما اكتمل تحشد ثلاث فرق زائدا لواء نواب ومثلنا وكان كل شيء مهيئ معد كل الترتيبات للمباشرة بهجوم مقابل يقوم بالجيش العراقي بالدرجة الأساس. فرق بالساعات أظن ساعتين جت الأوامر من نظام سوريا وقف الهجوم ووافقوا على وقف إطلاقنا. وعاد الجيش العراقي والمرارة في نفوسنا جميعا لأنه ما أعطى الفرصة لأن يطهر الأرض العربية من أقدام الأجنبي. بيناتنا قلنا بغض النظر عن كل شيء يجوز هم داخلين حرب طالعين من حرب محتاجين إلى العملة الصعبة وبذاك الوقت 73 50 مليون دولار كانت كبيرة وبرقيا حولنا لهم 50 مليون دولار دون طلب منهم. بعد فترة جانا حافظ الأسدوية وفد طلب أن يزور العراق زيارة سرية. قلنا له يا أبو علي زيارة سرية شنو اللي صاير؟ رئيس دولة عربية تفضل زيارة علينا. قال لا أفضل زيارة سرية. احنا طبعا عرفنا المقصود يريد يوحي للي ما يسمعون الزيارة يوصل بأجهزته الخاصة وغالبا ما تقوم بهذه الأدوار بأنه بحث ويا العراقيين أمور معينة هو يسميها لكي يزيد من ورقته ومن أجل أن يزاد الدفع إلى من الدول العربية اللي ربما لا تريد أن تكون العلاقة بين سوريا والعراق جيدة. بل وربما الأجنبية أيضا. جاء ورا ما جاء ورحبنا به وإذا ناقشنا يقول لي استحفت الجيش العراقي. قلنا له يابا الجيش العراقي يظل هناك للاستعراضات وراح للقتال. لما أوقفت القتال الجيش العراقي يرجع. قال الآن رجعوا للجيش العراقي. لما قلنا له ليش ما خليت الجيش العراقي قاتل وتهيئت له فرصة وبحجم كبير تواجد والعدو كان تعبان بسبب انه كان مقاتل كذا يوم قبل هذا الوقت. قال الان الجيش العراقي رجل مقصود يتصور يحرجنا بهذا الكلام. شوفوا اللعب. هو الجيش كان عنده رجع بقرار بايقاف اطلاق النار لما نثير وياه الموضوع يقول الان رجعوه نقاتل. قلت له الان اعلن من هنا اقول يلغى قرار وقف اطلاق النار ونمشي مو فقط الجيش ومو الان تعلنا
لا تعلن هذا القرار إلا بعد ما الجيش والشرطة العراقية كلها تكون على الجبل. أنا أشرح هذه الأمور حتى تعرفون ألاعيب هذا النظام وطريقته وتخلي عن أبسط قيم الرجولة والشرف والمعاني في أبسطها اللي لازم تنوجد بأي إنسان تقبل التعامل الاعتيادي منه.